انتي طلبت نزورك واجيت لعندك على البيت. قلت هاي مناسبة انه نصفي القلوب. بس يبدو انك بعت ورانا بس مشان تبهدلنا. ايه؟ ليش لا يا تحسين؟ بس كنت مفكرتك اذكى من هيك بكتير. بس ماشي الحال يا حسين. تفضلي ست الهام. قهوتك مشروبة. ست الهام؟ ست الهام؟ شو صار ابو خليل؟ هاي مرت اخي جنت. اكيد جنت. قال شو بدها يعني يجوز بنتي لواحد مو معروف يقرأت ابوه منين؟ هي بس يعني على القليله كانت تشرب قهوتها وتروح. لا ما في داعي. وما في داعي ابدا للاخذ والعطب. شغله كثير واضحه ومفهومه. بنتك وينها؟ باوضتها. بعتي لي اياها على المكتب وخلي تجيب لهوي معها. قوام. طيب. معلش يا امي. معلش يا حبيبتي. خذي فنجان القهوة واعطيه لأبوكي.